صباح الخير. عندنا الحالة هاي اليوم إن شاء الله راح نصور كيف نشتغل مع الألم اللي بتيجي في المنطقة هاي بجنب تحت اللوح وبأعلى الرقبة. بسم الله. أنا أول شيء بنحاول نحدد المكان اللي فيه الشد أكثر فيه، بنحاول نرخي المنطقة. بستخدم هاي الأداة لأنه في أماكن صعب الواحد يوصلها. الشغلة الثانية لأنه هاي بتشتغل على شيء بنسميه الفيش، اللي هي الطبقة اللي بتغطي العضل. بالإضافة للي عملناه بنعمل كمان بعض التمارين اللي هي هاي واحد، أوكي، هاي التمرين الثاني، التمرين الثالث، أوكي، وعلى العكس كمان، هذا آخر تمرين.